دام نورا زيدان، ممرضة رئيسة لمصحة الجراحة النهارية مستشفى بنو طفيل، مركز الشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش. الوغ حنا درنا هاد الوقفة اليوم اللي هي سلمية، لأنه تفاجأنا البارح بواحد القرار اللي كينص على أنه المصلحة ديالنا غادي خصها تحول باش تكون عبارة عن إنعاش لاستقبال مرضى كوفيد. الوغ حنا عبارة عن مركب جراحي كيتقاموا فيه مجموعة ديال العمليات اللي كيستافدوا منها مواطنين اللي ذو طبيعة خاصة نوعا ما، يعني أمراض السرطان وأمراض الكلي اللي كيخصهم يجي ويستافدوا من واحد العملية صغيرة باش من بعدها اللي كتمكنهم أنهم يمشيوا يديروا الحصص ديالهم ديال لاشيميوثيرابي وديال ليمودياليز ومجموعة من العمليات كتخص الأطفال الصغار كذلك. أنا ذكرت غير بعض العمليات الحساسة اللي هي مستعجلة. هذا المركز ديالنا توقف عن العمل من مارس للضرورة، لأنه البلاد كانت كتعيش واحد الحالة شوية حالة طوارئ، ووقفنا العمل باش أننا نقدروا نستطيعوا أننا نقسموا المهمة مع إخواننا اللي في المستشفى ديال الرازي. إخواننا المستشفى الرازي اللي تكلفوا بالمرضى ديال كوفيد واللي نجحوا في المهمة ديالهم، وكنحييهم من هذا المنبر، واللي تقاسمنا معاهم اننا هزينا حنايا تكلفنا بلي زوطخ باثولوجي، يعني تكلفنا بالامراض الاخرى اللي هي العاديه، يعني تمكن مستشفى بنو طفيل انه يحقق رقم قياسي في العمليات الجراحيه على صعيد الوطن في هاد لا بيريود اللي دازت، في هاد المده اللي دازت. الوغ حنا دابا قرار سيدنا جا باش انه جوج المناطق في المغرب يتكلفوا بالكوفيد، جا قرار حكيم جدا وصائب. علاش؟ باش المستشفيات الاخرى تستأنف العمل ديالها الطبيعي، لانه ما يمكنش المرضى الاخرين ما يستافدوش من العلاجات اللي خصها تقدم لهم في عين المكان في المصلحه. حنا 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 كمصلحه عندنا اون ليزون، حنا عندنا يعني حنا ليه بزاف ديال المصالح اخرى، يعني بحال مركز الفحوصات الخارجيه الا بدا خدمته واستقبل المرضى ديالو اوتوماتيكمون راه المرضى اللي غيتشافوا تما وغادي يخصهم هذا النوع ديال العمليات راه غيدوزوا عندنا. يعني الا هاد السيرفيس تحول لهاد الغيا كوفيد فين غيدوزوا هاد الناس وجوسكا كون؟ يعني ما عرفتش انا. ولوبيتال الا كان كوفيد يعني خصو يكون كوفيد كله، ما يمكنش مصلحه اشعه وحده اللي عندنا في لوبيتال، سكانير واحد اللي عندنا في لوبيتال انه يخدم بالكوفيد ونون كوفيد، ما يمكنش مركب جراحي مركزي واحد انه يخلط هذا الشيء، زعما ما داخلش لا في العرف ولا في القواعد الصحيه اللي منصوص عليها عالميا. وحنا هاد الوقفه درناها غير لصالح العام المواطن وباش المريض يرجع يستافد وباش نستأنفوا العمل ديالنا وترجع الحياه لطبيعتها، وان شاء الله ازمه وتزول، وهاد المرض راه غير امتحان، وان شاء الله الحمد لله نجحنا فيه. يعني اصحابنا ديال الرازيل تبارك الله عليهم توفقوا، حنا كذلك توفقنا اننا نمتصوا هذاك العدد الهائل ديال المرضى اللي كان عندهم امراض اخرى ما عندهاش علاقه بكوفيد، واستافدوا الحمد لله من العلاجات ديالهم، استافدوا الحمد لله من العمليات ديالهم، ونتمنى ان شاء الله يكون خير. شكرا، شكرا جزيلا. سناء الباروك، ممرضه رئيسه قسم المستعجلات مستشفى ابن طفيل. جينا هنايا تنحتجوا على واحد القرار اللي تاخذه الاداره، مولي هو منافي للقرار اللي كان خداه سيدنا وخداه الديوان الملكي بانه كاع المرضى كوفيد يتخادوا تحت الرعايه تاع المستشفى الميداني العسكري اللي غادي تكون بمدينه بنقرير. تتفاجئوا بان الاداره تاع المستشفى تاعتنا عطات التعليمات ديالها باش يقوموا باجراءات وبعد الاصلاحات للمستشفى النهاري الجراحي النهاري باش يكون قابل باش انه يفدوا ليه مرضى تاع مرضى الانعاش اللي خاصين مرض كوفيد. هذا القرار هذا اللي جاء منافي للتعليمات الساميه من جهه، ومن جهه اخرى حنا مستشفى ابن طفيل ما تيتوفرش على تيتوفر على سكانر واحد، غاديو واحد، لابوغاتوار واحد، بلوك سونترال واحد، وبلوك مستعجلات واحد. يعني الا كنا غادي نخدموا مرضى تاع كوفيد غادي نوليو تنشكلوا بؤره على مستوى جهه الجنوب كامله، نظرا لان ما تيمثلوا مستشفى ابن طفيل بالنسبه للساكنه وبالنسبه للجنوب كامل.
مستشفى العلاجات المستشفى الجراحه النهاريه اللي هو دابا متوقف على العمل مده 3 شهور، هو واقف على العمل ديالو اللي تيدوزوا فيه مرضى اطفال صغار اللي هما دابا حابسين، وصلنا 600 طفل دابا اللي ما استفدوش من الجراحات ديالو. عندنا مرضى تاع السرطان، اللي مرضى السرطان ومرضى التصفيه تاع الكلي، هاد الناس هادو كلهم ما استفدوش من العلاجات وما استفدوش من العمليات اللي متخصصه في هاد المركب الجراحي. وفي نفس الاطار ما يمكنش الا دخلنا المرضى تاع كوفيد بالنسبه لمستشفى ابن طفيل غادي نشكلوا بؤره، لانه ما يمكنش لينا نخلطوا المرضى تاع كوفيد مع نون كوفيد، يعني غادي يولي عندنا سيركوي واحد او ممر واحد اللي تيمشيو فيه جميع المرضى اللي هما كوفيد او نون كوفيد. هذا الشيء علاش حنا جينا وقفنا وتنطالبوا بان هذا القرار خاصو يتراجع عليه، القرار الجائر خاصو يتحيد باش تخليو الساكنه والناس الجنوب يستافدوا من الخدمات اللي تقدمها مستشفى ابن طفيل على العموم. وشكرا.